مما راج مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي الخلافات في عائلة الفنانة المغربية ابتسام تسكت. هي خلافات بين والدة ابتسام تسكت وزوجة أخيها وحماته، ومن أبرز نتائج هذه الخلافات هي سجن أم الزوجة، هذه الأخيرة التي خرجت بحجج وأدلة وبراهين على مواقع التواصل الاجتماعي لتثبت براءة أمها. تسجيل من كاميرات المحل للنزاع الشفوي ومغادرة والدة ابتسام وهي بكامل صحتها الجسدية، وكذلك لائحة الشهود العاملين في المركز التجاري المؤكدين عدم تطور نزاع لمشادة بالأيدي، وأن أم ابتسام غادرت بدون أن تلمسها والدة زوج ابنها. بالإضافة للشهادة الطبية فيها 35 يوما وهو الوقت الممنوح في حالة إصابة بالغة. واحد السيدة اللي ضحات بحياتها، يعني الأمهات كاملين كيضحوا على وديت ولادهم، بالحق ماشي بحال الوالدة ديالي. أنا الوالدة ديالي نسات راسها، نسات يمكن كتحيد من كرشها الله يجعل ما تاكلش 3 أيام وتجي وتعطيها لينا حنايا. تقدر ما تشري حتى شي حاجه ليها، ما عمرها شرات شي حاجه ليها. منين عقلت كعطيها فلوس، انا دابا كنقول لها ما شري شي حاجه ليك، كتمشي كتشري عليا وكتخبيها لي، هاتي ديالك شريتها لك، اما ما شري راسك. هذيك السيده عظيمه جدا، وكنقول لها ان شاء الله ربي يقدرني ونعوض لك كل دقيقه وكل ثانيه عشتيها وفنيتي حياتك علينا.